بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله اللهم صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا وعن أهل هذا البيت حقه العظيم وتزيد بها علينا وعلى أهل هذا البيت فضله العظيم وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب محمد صل عليه وآله وصحبه وأوليائه وبارك وسلم اللهم اجعل بقراءتها وكتابتها في هذا البيت رحمة وراحة وشفاء وشفاء وعافية ورزقا حسنا ورزقا حسنا وخيرا كثيرا وسلاما وارفع بقراءتها وكتابتها عن هذا البيت وأهل هذا البيت كل بلاء ووباء وفتنة وفساد وفقر وكفر وكافر وكل شر اللهم نسألك بما عفو وعافية إنك قلت وقولك وقولك الحق أنا عند ظن عبدي بي يا رب محمد صل عليه وآله وصحبه وأوليائه وبارك وسلم كما هو أهله وكما تحب وترضى له علينا وعلى أهل هذا البيت معهم واجعلنا أهلا لذلك اللهم كل يوم وكل ليلة وكل ساعة وكل ساعة وكل لمعة صلاة تتوالى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على إلياسين سلام على نوح في العالمين وسلام على المرسلين سلام قولا من رب رحيم سلام هي حتى مطلع الفجر صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله اللهم صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا وعن أهل هذا البيت حقه العظيم وتزيد بها علينا وعلى أهل هذا البيت فضله العظيم وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب محمد صل عليه وآله وصحبه وأوليائه وبارك وسلم اللهم اجعل بقراءتها وكتابتها في هذا البيت رحمة وراحة وشفاء وشفاء وعافية ورزقا حسنا ورزقا حسنا وخيرا كثيرا وسلاما وارفع بقراءتها وكتابتها عن هذا البيت وأهل هذا البيت كل بلاء ووباء وفتنة وفساد وفقر وكفر وكافر وكل شر اللهم نسألك بما عفوا وعافية إنك قلت وقولك وقولك الحق أنا عند ظن عبدي بي يا رب محمد صل عليه وآله وصحبه وأوليائه وبارك وسلم
كما هو أهله وكما تحب وترضى له علينا وعلى أهل هذا البيت معهم واجعلنا أهلا لذلك اللهم كل يوم وكل ليلة وكل ساعة وكل ساعة وكل لمعة صلاة تتوالى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بكلمات الله التام من شر ما خلق سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على إلياسين سلام على نوح في العالمين وسلام على المرسلين سلام قولا من رب رحيم سلام هي حتى مطلع الفجر.